بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ايها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد فقد انتهينا في حلقتين سابقتين من الحديث عن مشكله فوضى الزواج او فوضى التعدد وضربناها مثلا للتفسيرات الملتويه للنصوص الشرعيه والتي اضرت بحياة كثير من الزوجات المسلمات وحياة أطفالهن وأسرهن وقد تبين لنا أن الآية الكريمة التي يحتج بها دائما على إباحة التعدد وهي قوله تعالى وإن خفتم ألا تقصدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع هذه الآية لم تنزل لإباحة التعدد وانما نزلت لتقييد العدد الذي كان مفتوحا على مصراعيه في الجاهليه وان القران الكريم لم يفارق الموضع الذي اباح فيه مثنى وثلاثه ورباع الا بعد ان احاطه بقيد حديدي هو عدم الظلم وهو ذات القيد الذي احاط به الزواج من اليتيمات كما تبين ايضا ان المعنى المرتبط بما قبله وما بعده في الايه ذاتها هو ان خفتم عدم العدل في زواج اليتيمات فتزوجوا من غيرهن واحده او اثنين او ثلاثا او اربعا فان خفتم عدم العدل بينهن فتزوجوا واحده فقط وما نضيفه هنا هو ان القران الكريم لا يقتصر في اغرائه الازواج بامراه واحده بالتخويف من الظلم وعواقبه وانما يغريهم بامر اخر هو كثره العيال وما تؤدي اليه من الافتقار وضيق العيش في حاله تعدد الزوجات ذلك ادنى الا تعولوا وهذا ما ذهب اليه الامام الشافعي ومن قبله زيد بن اسلم في تفسير قوله تعالى الا تعولوا وقد انتهى بنا تفسير الايه الكريمه ومن خلال المصادر الفقهيه الاصيله الى ان هذه الايه وردت في سياق حمايه الضعيف والتحذير من ظلمه والاعتداء عليه سواء كان الضعيف يتيمه او زوجه ضحيه تعدد ظالم وأن ظلم الزوج الذي لا يعدل لا يقل إثما ولا جرما عن ظلم اليتيمة التي يظلمها وليها أو وصيها، فكلاهما من حصب جهنم ووقودها. واليوم نواصل الحديث عن المشكلة الأخرى الملازمة لمشكلة فوضى التعدد، ألا وهي مشكلة فوضى الطلاق، وأثرها الأشد سوءا على الأسرة والأطفال. ويمكن تلخيص هذه المشكلة في سؤال يقول: ما حكم الطلاق؟ هل هو الإباحة المطلقة أو الإباحة بقيد الضرورة؟ والذي يستقرئ أحكام الشريعة الإسلامية ويتقصى مقاصدها وغاياتها لا يخامره شك في أن الشريعة تنحو منح التضييق في مسألة الطلاق. وانها حين تلجا الى الطلاق كحل فانما تلجا اليه بحسبانه ضرورة من الضرورات ومن باب اخر الدواء الكي وذلك حين يشكل الطلاق اخف الضررين واهون الشرين فاذا اصبحت العشره بين الزوج وزوجته من هذا النوع الذي لا يحتمل ولا يطاق او حتى مما يصعب احتماله وهذه حاله لا تنضبط لاختلافها من زوج لاخر ومن زوجه لاخرى فمثلا هناك الزوجه التي لا تسمح لها كرامتها التي تكونت لديها خلال نشاتها وتربيتها في اسرتها والتي لا تسمح لها ان ترى نفسها كما مهملا ثم تعامل من زوجها كما تعامل قطعه الاثاث في المنزل وينظر زوجها إليها وإلى أولادها وكأنهم قدر فرض عليه وتعيش حالة دائمة من الإرهاق النفسي مثل هذه الزوجة لا يمكن أن تفرض عليها أي شريعة من الشرائع حياة قاسية قد تؤدي بها إلى أمراض عصبية ونفسية لا طاقة لها بها وبخاصة في عصر الضغوط والتوتر وانعدام الثقه وسريان الشكوك واضطراب القيم. والقران الكريم الذي تنبني عليه الشريعه واحكامها صريح وواضح في التنبيه على ان الزواج الذي هو مشروع الاسره والمجتمع قائم على محاور ثلاثه المحور الاول السكن لا بمعنى مجرد الحلول في المنزل ولكن بمعنى الالف والتضام والميل يؤخذ هذا من صدر الايه الكريمه ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون وذلك لما هو معلوم من ان المراه مخلوقه من الرجل وكانها وزوجها جسم واحد اقتطع قطعتين عادت كل منهما للأخرى وأتلفتا تمام الائتلاف وهذا هو السكن الذي يشعر به كل منهما كما يشعر المرهق من العمل حين يعود إلى منزله وسكنه الذي يألفه ويأوي إليه والمحور الثاني هو المودة وهي المحبة المتبادلة وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. اما المحور الثالث فهو الرحمه اي الشفقه التي تقتضي التعاون والتفاهم والمبادره بالصفح ونسيان الاساءه وعطف القلوب بعضها على بعض. هذا هو فقه القران في موضوع الزواج ومما يلاحظه المتامل في لغه القران الكريم انه كما بين على مستوى الخلق الجسدي ان المراه من الرجل اي اصلهما واحد وهو ما يؤخذ مباشره من قوله تعالى ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا وازواجا هنا بمعنى زوجات القران حين يقول ذلك فانه يستعمل للرجل والمراه اسما واحدا يطلق عليهما اطلاقا متساويا وهو كلمه زوج وهذا ما تفرد به القران الكريم وتبعا له تفردت به لغته العربيه لان كلمه زوج كما تطلق على الزوج تطلق على الزوجه ايضا وفي هذا اشاره عجيبه الى وحده الزوج وزوجته في المسمى وفي الاسم ايضا والقران يغري الزوج بالحفاظ على عش الزوجيه وامساك الزوجة وعدم اللجوء لتطليقها حتى وان حدث منها ما يحمله على كرهها. ونلاحظ ان الزوج هو الذي يتوجه اليه هذا الاغراء الالهي في حاله الكره، لانه اقدر على ضبط شعوره السلبي واخفائه وعلى المعامله بالمعروف. ولم يتوجه شيء من هذا النداء الى المراه الكارهه اللهم الا في النداء العام بفضيله الصبر الموجه للرجل والمراه في كل امور الحياه وذلك في قوله تعالى والصابرين والصابرات وواضح ان السياق هنا ليس مما يتعلق بالاسره تحديدا بل هو عام فيها وفي غيرها من شؤون الحياه اما قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فان من اعجب ما قرات في تفسير معنى المعروف الذي امر به الازواج في حسن معاشرتهن لزوجاتهم هو فيما يقول المفسرون ان لا يعبس الزوج في وجه زوجته بغير ذنب وان يكون منسابا طلقا في القول لا فضا ولا غليظا وأن لا يظهر ميلا لغيرها وأن صحابي الجليل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس كان يضرب المثل بنفسه في تطبيق العشرة بالمعروف ويقول إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي وقد استدل العلماء من هذه الآية فيما يقول الامام القرطبي على ان المراه اذا كانت في بيت اهلها مخدومه باكثر من خادم فمن المعاشره بالمعروف ان يوفر لها زوجها من الخدم ما يكفيها، وكذلك ما قراته في تفسير قوله تعالى فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ولهذا الحديث بقيه نعرض لها في الحلقه القادمه إن شاء الله تعالى، شكراً لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته